تخيل بيقعد مثلي. ما بقدر مان زري ولا اسم الله. سبحان الله السؤال نفس الموضوع. ملكت سباك كتير طويل. ها. أوه. خلني كمل سؤال. طيب سألته إذا واحد ناس عكيت ناس عنده صغير. طيب. كيف كانت شخصيتك؟ كيف كانت شخصيتك لما كنت صغير؟ بدي أشرب مي حياته. كنت رايق أنا صغير. ها؟ رايق كتير. رايق. كنت طويل؟ كنت رايق بالبيت مش بالمدرسة بس. كنت طويل؟ عادي يعني طولت بال17 بلشت اطول كبه فرد مره يعني كبن فرد مره طولت انه كنت مطرح عادي فجاه انه طولت هيك الحمد لله. سؤال سالته محضرين هيقعد يعني جهزك فيه لو انت بتحب حد اوكي واهلك مش موافقين عليه تماما يعني هتستسلم وتقول خلاص ولا تعمل ايه؟ ليك يمكن اهلي بيشوفوا يعني يمكن على طول الاهل بيشوفوا نظره بيشوفوا الشخص غير ما ابنه بيشوفه لانه بحبه لانه في اشياء بتكون غلط فيه مثلا ما بيلاحظها لانه كمان بحبه ليك مع الوقت يعني انا بامن فيها خبريه الوقت مع الاهل خصوصي مع الحدا اللي بحبه كثير بامن فيها بتزبط يعني ممكن صح مروان في حاجه انت عملتها مثلا في حياتك الفترات اللي فاتت حاسس ان انت يعني لو رجع بيك الزمن ما كنتش عملتها يعني ندمان عليها زعلان ان انت عملتها كنت ساعتها لسه كبير عاقل انت فاهم قصدي طبيعي ايه موقف في كتير انا في كتير مواقف بس انه طبيعي شو هو الموقف اللي اذا رجعت لورا ما بدي اعمله يعني برجع ما بعمله ليك بنسى انا يعني بنسى كثير يعني ما في اعطيك هلا شيء محدد يعني ما في اعطيك موقف محدد بس انه في كثير اشياء الانسان اذا رجع لورا بيتمنى انه ما يكون عملها مثلا ليك انا بكثير حياتي مثلا عرضت اهلي على كثير اشياء يعني انا مثل رافائيل ما بتعلم الشغله الا ما اكلها الا ما اكل الكف ما بتعلم يعني ضلوا يحكوا ما اوصل يعني إن اسمع كلمة أهلي بهالأشياء عرفت؟ يعني إلا ما أكل مظبوط لغاية لما هم يقولوا لك عليه ده هيحصل معك فتندم لما يدوق لو هم مثلا حذروك من حاجة تحصل فعلا يعني مية بالمية يعني لما يا مروان لو فيك شيء بدك تغيره شو؟ يعني فيك طبع مش عاجبك وبدك تغيره شو هو؟ ليك تقريبا يعني الطباع اللي فيي هي اوقات بتكون سيئه بس اوقات كثير هي لي انا بتفيدني يعني اوقات كثير بتبين انا شخصيتي يمكن من كيف بدي اقول لك عفوي بس كثير عفوي يعني اتس اوكي فهمتك يعني ما بفكر ايه ما بفكر اذا بدي احكي كلمه يمكن اوقات مثلا تاذي مثلا يمكن اوقات مثلا كثير تاذي يمكن بس ما بشكل اني اذي الشخص بس ما بفكر لابعاد انه هي وين معقول الشخص يفكر او مثلا اذا بعرفه كثير او ما بعرفه كثير عفويتي الزايده يمكن صراحتي اوقات مأذية مع الاشخاص برافو حنان لو كان عندك خيارين بهالدنيا تربح لقب ستار اكاديمي بس بالمقابل رح تخسر شيء شو هو هالشيء بس شيء مهم بحياتك يعني هيك ستار اكاديمي هو ستاب اي هو ستاب ايه بس انه اذا خيروك ما بين هالاشياء الاثنين خيروك فاختاري فاي بس ثانيه ولو نسيم بس ثانيه بليز بس تعرف شو هو الشيء الثاني مثلا كنت بتحب وحده اها اوكي وهي اصلا مش راضيه انك تجي بسبب من اسباب مش راضيه انك تجي على ستار اكاديمي اوكي فبتقول لك خير ما بيني وبين ما بين انك اذا الوحده انت خديها على حالك اذا حدا بحبك وعرف هيدا الشيء حلمك ما بيمنعك عنه ما بيوقف ولا بلحظه بفريقك يعني عرفتي يا جماعه اللي بحب بيعطي حريه اللي بحب بيعطي وبيقتنع
بيعتنع بأي شكل من الأشكال. لا رفايا شو؟ شو؟ لا عشان تحس الكاميرا هيك. عقد ما الإنسان بيحب يعطي حرية تعلميها لأن الإنسان ما التاني كيف تعلمين؟ أنا عم بسأل لا 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 أنه بالحقيقة لا 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 أنه هذا السؤال مثلا لا عن جد عم بيحكي بأشياء كتير لا لا يعني. أنت إذا شخص بحبش كتير شو؟ أنت إذا شخص لا ثانية ثانية عم بتقسيب؟ حنان لا أنه ما تقلي هيك إذا أنت بتحب كتير شخص بتموتي فيه يعني مش متخيله مثلا شو انك تقوم مثلا بنهار من الصبح مثلا بنهار من الايام ولا اي حد ابدا ما تحكي يعني مش معقول كل ثانيه بكل دقيقه انه تفكر فيها وتحكي معقول الشخص يردك عن فجاه مثلا كان مثلا يقول لك مثلا ما انه هي مش منطقيه لا فاهم هيدي انا هنيس حلوه بلوستي اكيد حلوه انا لانه انت شي مره انت غلطت بحق حدا وما جاتك الفرصة أنك لحظة رفايا شو مرة أنت غلطت بحق هذا وأنت عارف هذا الموضوع وما جاتك الفرصة أنك تطلب لا بخلق فرصة أنا عطول أنيس ما جاتك فرصة اسمع أنا غلطت أنا غلطت بحق هذا يعني الحق علي بخلق فرصة مش ما في فرصة عطول في فرصة بأي وقت اللي كان هي كلمة هي كلمة واحدة عرفت هي كلمة واحدة يعني إذا كان في مشكلة هالقد كلمة واحدة بتمحيها كله فهمت علي إذا أنا عم بحكيك في حال ما إجتك فرصة أوكي. وأنت حاولت مرة ومرتين وثلاثة بتصير مرة مرتين ثلاثة وما إجتك الفرصة هل صار معك هذا الشيء ولا إنه أنت غلطت بحق هذا ما إجتك فرصة إنك تطلب منه سماح أو بتقول له تعترف له إنه أنت غلطان بحقه يعني سافر ما لحقتش تشوفه وتقول له حصل موقف فهمت لا لا لا. لا 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 لانه عطول عندي بموقفه عطول يعني عطول بلحظتها يعني بخلق فرصه اذا انا عن جد غلطان انا حسيت حالي اني كثير اذيه لشخص بخلق فرصه بلحظتها يعني ما في مجال انه عرفت انه هالموضوع انه يرجع يتسكر يرجع ينفتح بعدين الا يعني الا اذا عرفت اذا ظرف كثير طارئ او شيء بس لا لا ما عندي اياها بحياتي يعني برو خليك هيك اذا شخص بيهمني خليك هيك ايه اكتر كلمه ممكن تاذيك ضعيف يعني مثلا ان انا لو جيت قلت لك انت ضعيف دي كلمه تاذيك قصدك تحكي انت وياه هيك انا وياك هيك يعني بالحياه العاديه انا قلت لك يعني؟ مثلا كلمه بتاذيك وانا ما اعرفش او اعرف وقلتها لك ايه اكتر كلمه ممكن تاذيك ما في يعني اذا انسان قريب مني لو يعني ما مثلا في حدود في حدود انا وياه ليكون في مثلا كلمه تزعلني منه انه يمكن هو مش قاصد يوصل مسج معين فهمت قصدي بهالكلمه اللي ما بيعرفني بيجهلني يا ما بعتقد في بيكون في كلمه معين يعني لا لا اذا ما بيعرفني في حدود يعني عرفت على طول في حدود بس ما بيعرفني يعني ما في كلمه واحد تاذيني لا بطلع ببكى بالزابه لا 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 يلا 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 حبيبك بالزابه